أعزائي المشاهدين، معي بداخل الاستديو ضيف النشرة لهذا المساء، رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد، السيدة مريم محمد نور. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة. مساء الخير. ولكن قبل البدء في الحديث عن أعمال الجمعية العمومية للمجلس الوطني للنساء الرائدات، نتابع هذا التقرير مع زميلة عرجون محمد أحمد ونعود لمواصلة الحديث. بمشاركة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، أقام المجلس الوطني لنساء تشاد كوناف جمعية عمومية، وذلك بدار المرأة التشادية. وقد سبقت هذه الجمعية العمومية بيوم تفاكري حول تطوير القيادة النسائية في تشاد. وقد تناولت ناصية الحديث الدكتورة إليس رئيسة الكوناف مرحبة بالحضور وبسيدة البلاد الأولى على تشريفها لأعمال الجمعية العمومية الكوناف، كما أضافت بأن الكوناف قد عمل ما في وسعه بأن تكون للمرأة مكانتها في جميع القطاعات الحيوية حتى يتم الوصول إلى تحقيق أهدافها المنشودة، وذلك عبر تطوير المرأة والنهوض بها. ولقد فرض المجلس الوطني لنساء تشاد عند تأسيسه اشتراكات تقدر ب5000 ريال للانتساب و2000 ريال اشتراكا شهريا. ويرى الأعضاء بأن هذه الاشتراكات مرتفعة جدا، فخفضت إلى 1000 ريال شهريا بدلا من 2000 ريال. وفي نهاية المناسبة، فقد تم تكوين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوطني لنساء تشاد، حيث يتكون المكتب الجديد من 17 عضوا لمدة 3 سنوات، وتترأسهم السيدة مريم محمد نور ونائبتها أمينة كوديانا، كما قدمت لهن سيدة البلاد الأولى التهاني والتبريكات، وتمنت لهن النجاح في المهمة التي أوكلت إليهن. السيدة مريم محمد نور رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد، قبل البدء في التحديث عن المجلس الوطني للنساء الرائدات، التحديات والصعوبات، نريد أن تعطي المشاهد نبذة تعريفية عن الكوناف. شكرا جزيلا. الكوناف مجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد، نعم، هي منظمة غير حكومية، نعم، وأسسوها سنة 2014 في شهر 3، وفكرة ده جاي من السيدة الأولى فخامة هند ديبي إتنو. قالت لازم نكون مجلس أو منظمة عشان نفكر في مشاكلنا الأوين، والأوين الغايدات ده لازم يلعبوا فوق الدور، نعم، عشان أي واحد يقول ربنا أنطاها سلطة وقدرت خدمات ووصفت، لكن لازم تفكر لأخواتها الآخرين. نعم. في شان ده المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد أسسه. نعم. وحصل لي تقريبا 4 سنوات. 4 سنوات. نعم. والناس اللي بخدموا فوقها كلهم يعني مثل هو منظمة غير حكومية. نعم. يعني ناس اللي بخدموا ده بينيفول، بخدموا ساكن، عندهم خدمة آخر مكان آخر. وبخدموا بيشاركوا في الكوناف عشان اللي يساعدوا الأوين الآخرين. نعم. يعني هم بخدموا ما لهم هم الغايدات. نعم. لا، يخدموا للأوين كل نساء تشاد عشان لتطور نساء عن تشاد. نعم. وقبل يومين شهدنا انعقاد جمعية عمومية للمجلس الوطني للنساء الرائدات. قبل انعقاد الجمعية العمومية سبقها يوم تفاكري جمع نساء الرائدات في تشاد. ما هي أهم القضايا التي نقشت في هذا اليوم ومخرجات الجمعية العمومية للمجلس؟ نعم، في يوم 14 كان 15، نعم، كان في مناقشة كانت، نعم، دقينا الناس اللي بعرفوا يعني مخصصين في التيم اللي وضحوا لنا ده. التيم الأولاني وضحوا لنا في كيف المرأة شاركينا في القيادة البوليتيك يعني في السياسية، نعم، وفي الإدارة. نعم. السيد جيمتي بايلاكيا هو دريكتور دي كابينة، نعم، رئيس مكتب أنا رئيس البرلمان. ووضح لنا لأنه الأوين، هو قال الأوين 52% حاليا أوين تشاد. نعم. في السكان يعني تشاد كل الأوين 52%، لكن في الصحيح هو تقريبا 51%. يعني 52% ده هنا الحسابات اللي كانت سنة 1993، وحاليا في الحساب اللي كانت الإحصاء الجديد، نعم، الجديد ده تقريبا 51%. قال أني الأوين كثيرين،
لكن كان يشوفوا مثل في الجوفرنير دول القوين ما في مرأة كجوفرنير. كان بيشوفوا في البريفي أن كل مرأة واحدة بس بريفي. وفي الأودو هنا الحكومة كل زمان ده عددهم مشى لحد 9-8-9 وحاليا ده من سنة 2016 لحسة كل نقص عددنا القوين ده. يعني صعوبات كثيرين وشنو الشيء اللي بخلي الحالة مثل ده. وخلاص ناقشنا فيها كثير. وعدوا فكرات كلها. والمناقشين الثاني كان في البوليتيك ناسيونال جار. يعني وزارة شؤون المرأة أسست بوليتيك سياسة لكيف الأمين يتطوروا. وده كان فيها وادي مديرة عامة آمي كوني كمان قدمت لنا. وضحت لنا شنو الشغل الفقر فوق ده. وكلنا ناقشنا فوق و العين وعدين قالوا أشياء وعدين نقصة في البوليتيك ده لازم يكون يجددوها. أي واليوم الثاني كمان كان أسامبلي جنرال أنا الكوناف. أيه الكوناف حاليا عنده تقريبا 170 عضو بس. يوم الأساس ندى 400 تقريبا 450 تقريبا 500. لكن هسه كناس كالهم كي قدموا وقالوا قدموا وسجلوا روهم عضو ده 170 تقريبا بس. كيف تقيمين وضع ومشاركة المرأة التشادية في كافة المجالات وخاصة في الساحة السياسية؟ والله عندنا تاريخ طويل قدامنا. نعم. عشان الحالة شيء صعبة للأمين. هسه في الحكومة زي ما قلت ده في البرلمان كل الأمين يعني ما أنينا بعيدين من 30% ده. نعم. وبعدين تشوفوا في الأحزاب السياسية. لو نشيف في حسابنا الكبير حساب ام بي اس كان تشيفي في بجهد انا رئيس الدوله اللي بيسويه في المكتب التنفيذي قال لازم البيرو بوليتيك ناسيونال اي اقليم يجيب اي ديبارتمان يجيب مراه وده كل الناس ما قدروا يسووا بعدين وقت الانتخابات قالوا المدير انا الاقليم ده يكون السكرتير ريجيونال وهم 23 كل رجال وبعدين حطوا لهم واحدين قالوا دول ده شيف دي ميسيون كل 23 كل رجال وفي الأحزاب الأقابة كله نفس الشيء مشاركة ضئيلة يعني مشاركة عن المرأة في السياسة ضئيفة جدا نعم وفي التشيفي في المدرسات نعم حضرنا في شيء وايد مؤسف جدا نعم شالوا أوين في فونكسيون بيبليك لا يكونوا مدرسات في الكوليج شالوا تقريبا يعني ده سياسة أنا رئيس الدولة قال لازم المدرسين يكونوا كثيرين يكونوا يلحقوا ليدرسوا الإيال الأجيل وقال يشول منهم عوين لكن بالأسف وقت الوزارة الفونكسيون بيبليك شالت 600 مدرس فيهم 30 مرة بس وفي الوقت ده سألنا قلنا كيف الشيء ده قالوا لا أوين ما في وكده وإن شلنا الأوين القدم ومكاتيهم في سنة 2004 وفوقهم ده ما في أوين بعدين أنا سألت رئيس الجمهورية قلت داكو شغل ده بيقى وده الشيء ده مؤسف قال لي شيء قال لي كلام قال أنتوا الأوين ده أنتوا سيادة بس تدافعوا قبل تشيلوا مكانكم نادم بديكوا مكان ساكت ما فيه لازم تدافعوا وهذا دور الكوناف نعم أيوة دور الكوناف السيدة الأولى أسستها قال لنا أن أسسه ده هو ده لازم يلعب دور كبير في التخيير عن الحالة نعم نصيحة أخيرة تقدمينها إلى كافة نساء تشاد ربما يتابعون الآن نساء يريدون أيضا انضمام إلى الكوناف فهل هناك نصيحة تريد أن توجهيك بصفتك رئيسة للمجلس الوطني لنساء الرائدات في تشاد والله زي ما قلت النساء الرائدات في تشاد عندهم دور يلعبوا هسه طريت انا في المدرسين وطريت في السياسه لكن في مجال هنا الاقتصاد كله فيه الاوين التاجرات الاوين المزارعين الاوين كله يعني اي مراه تشاديه لازم يساعدوها عشان تشارك في تنميه البلد وده الاوين الغائريات كلها ما انينا ما 200 ولا 300 ولا 1000 نحن زياده من ده ولازم الأوين يندموا كثير في سجل روهم في كوناف والتسجيل ده يدفعوا 5000 وقت الجو يدور يكتبوا يسجلوا روهم ب 5000 وبعدين كل ما شهر المرأة تجيب
ألف ريال. نعم. أول 2000 وأمس ده نقصنا. قلنا ألف بس تجيبها. نعم. المرأة ده يعني في السنة كاملة 12000 بس. نعم. وده أنا نطلب من أخواتي كلها القائدات ما إلا القاريين بس. نعم. يعني القاريين اللي عندهم شهادات والقاريين بخدموا في الإدارات، لكن الأبين اللي عندهم بكان دور كبل أبو. يعني في بفرنسي يقولوا ليدر دوبينيون. نعم. آه. وأبين ليدر ده لازم كلهم يجوا ينضموا عشان نعم. كلنا كنا الكاتفنا بيوفي نعم. لفورس نقدروا نودوا خدمنا قدام. نعم سيدة مريم محمد نور رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد، المخرج يشير لانتهاء الوقت، ليس لدينا مزيد من الوقت لمواصلة الحوار، ولكن شكرا على كل هذه التوضيحات، نشكرك مجددا وشكرا لقبولكم هذه الدعوة. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.